مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثامنة من الموريتانية، والبداية بأبرز العناوين. تواصل فعاليات المعرض الدولي 2016 الذي تحتضنه مدينة أنطاليا التركية والجناح الموريتاني يسجل إقبالا مكثفا للزوار من مختلف الجنسيات. الجيش السوري الحر يعلن سيطرته على بلدة دافق وخمس قرى في ريف حلب الشمالي، ويؤكد طرده تنظيم الدولة من معاقله في المنطقة. وفي ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون الحوار الوطني الشامي، حبس للنفاس مع اقتراب ساعة الحسم. أهلا بكم في التفاصيل، ونبدأ نشرتنا هذه بفعاليات المعرض الدولي 2016 الذي تحتضنه مدينة أنطاليا التركية، والذي تتواصل أنشطته بحضور بلادنا المتميزة. وقد شهد الجناح الموريتاني المنظم ضمن هذه التظاهرة الدولية إقبالا ملحوظا للزوار، حيث قدم الجناح نموذجا متكاملا عن مختلف أوجه الحياة الموريتانية في مجال التراث والثقافة والفن. المزيد من التفاصيل في سياق الورقة التالية لموفد قناة الموريتانية إلى تركيا الزميل محمد الأمين الخطري. إقبال متواصل للزوار على جناح بلادنا في معرض أنطاليا الدولي لما يوفره من المتعة والراحة والتنوع المنتوجة، وهو مستقطب اهتمام الباحثين والزوار الذين تفقدوا مختلف أجنحة المعرض، حيث تعرفوا عن قرب على ما يسخر به من إمكانات ثقافية تقليدية وزراعية. المعرض على الزهور وعلى الزراعة وعلى النباتات والأطفال، أطفال والزهور، عدلنا حراثة متنوعة جميع الحبوب وجميع ملل الزهور، عدلنا الزهور وعدلنا الحبوب بالأساس، وعدلنا عابلاك ملل جناح متكامل فيه كل شيء لك معنى وثقافة الموريتانية، وفيه ملل داخلي يعني الزراعة والحبوب والملك كذلك. مشاركتنا من أحسن المشاركات، هذه نافذة لدول تتعرف به، فرصة لتعريف أكثر بموريتانيا بثقافتها وباقتصادها وبحياتها بجميع جوانبها. الزوار والمشاركون ثمنوا جناح بلادنا في هذا المعرض الدولي وعجبوا بتنوع معروضاتها. المعرض الموريتاني يحظى كيف ما تشاهدوا وكيف ما تلاحظوا بأنه لفت انتباه جميع الناس، نظرا للتعددية الثقافية ونظرا للتنوع الثقافي اللي هو مصدر قوة. هذا المعرض الدولي اللي اعتبرته تبارك الله ناجح بجميع المقاييس، وشاركت فيه جميع أطياف أجناس المجتمع الموريتاني بجميع أشكاله، ومثلنا فيه بلدنا أحسن تمثيل ما شاء الله، وكان على المستوى. ونقوله نحيو موريتان وعزيز بجدية، ونحيو أردوغان ونحيو تركيا. قدر من الدول وجانا اليوم الوطني الموريتاني، جاتوا ما شاء الله، جا ياسر من الخلق وهنؤونا، وكانت حفلته زينه، وكان ملي معرضنا هون في تركيا تبارك الله زين، والقائمين عليه ما باخلوا في انجاح المهمه. مسرو وطن احسن تمثيل، مسرو في الدين، مسرو في الفن، مسرو كل شيء زين يلتم مسرو به. مشاركتنا في المعرض مشاركه صناعه تقليديه، نتكلموا عن الشنقه والحنا، هي مشاركتنا فيها هي جابتنا نعدلوها ما شاء الله. مثل الموريتاني والمعرض كان زين الحمد لله، نجح الحمد لله، اللي جايبنا عدلناه، موريتاني هم كاملين عدلوا شغلتهم، عدلنا الشيء زين الحمد لله، ورفعنا رايه موريتاني لفوق. وتخللت هذه التظاهرات الدوليه سهرات فنيه وادبيه عبرت عن حضارتنا وقيمنا وعاداتنا الاصيله والتقاليد العامه في مجتمعنا المضيافه. اختتمت اليوم بالعاصمة فعاليات الأيام التحسيسية حول مشروع مكافحة التطرف وترقية المواطنة لدى الشباب المنظمة من طرف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا. وقد توجت هذه الأيام بجملة من التوصيات والمقترحات حول السبل الكفيلة بمحاربة ظاهرة التطرف وترسيخ قيم المواطنة لدى الشباب. بعد ثلاثة أيام من العروض والمحاضرات والنقاشات المكثفة حول إشكالات التطرف والغلو وسبل ترقية روح المواطنة لدى الفئات الشابة، اختتمت فعاليات الأيام التحسيسية حول مشروع مكافحة التطرف وترقية المواطنة لدى الشباب. العمل متواصل إلين نقول نتأكدوا لنا
ما نقول نغضوا ليه ما نتصدى له، معناه ان البقايش بيعمل علاج حتى تصبح نصبح نقولوا ان ماذا شاب زينة لقدي يطمع انه قد مثلا يقبض المسلكيات هو اللي ندوره. فما انا قبل وين لين عارف نقولوا ما في غير بعد نتاكدوا ان كله موقوف حاس هو انه طرح لبينا والله لبين ثلاثة لبناء صرح جديد بناء موريتانيا جديد خالية من الطارو خالية من القلوب من الأنواع اللي مثلا خالية العالم كامل. لو هدفنا أن نسلح كاملين بالعلم والمعرفة ونود نتحارم بيناتهم. الأيام التحسيسية مكنت المشاركين في ورشاتها الثلاث من تحديد الآليات والسبل الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة العابرة للقارات. هذا مشروع مهم وعنده دور فعال ودؤوب، وراجين إن شاء الله يعود يعاون في التحسيس ولا يعود مملذل ويكونوا يقوموا في التحسيس في جميع الأندية والجمعيات التابعة لهم ويقوموا في الأحياء بالتحسيس حول التطرف والقلو في الوسط الشبابي. 200 شاب موزعة على 9 مقاطعات بمعدل 10 مشاركين، عن كل مقاطعة سيواصلون التحسيس في مختلف ولايات العاصمة حول مخاطر التطرف وأهمية ترسيخ قيم المواطنة. التطرف يصطاد ذيك الأشخاص اللي تعاني من البطالة، تعاني من الفقر، تعاني من مشاكل الفراغ يملأ هو فراغها. تم نقاش عدة نقاط في هذا اليوم من التطرف. في الورشة معدلة عن محاربة التطرف، إنني نحن هم اللي متضررين منه، توعينا وتعدنا تحسيس وتعرفنا بمخاطره بيلي كل فئة ضرك مهدّة بالإرهاب. نحن كشباب نعرفه عن التطرف عن سببه دائما يعود الجهل. استعرضنا قدر من المواضيع كان أهمها الموضوع الأول واللي يتكلم عن الالتزام المدني لدى الشباب. عاد بذلك اتخذنا ورش أخرى حول الاستراتيجية الوطنية للشباب. الأيام الثلاثة كانت أيام ممتعة، استفدنا ياسر من شيء، وكان الحمد لله معنا أساتذة وأطر من خيرة أطر وأساتذة البلد. الأيام المقبلة ستشهد انطلاق أيام تحسيسية مماثلة حول إشكالات التطرف والإرهاب والمواطنة في عدد من المدن الداخلية. وإلى ولاية داخلة نواذيب، حيث تتوفر عاصمة الولاية على شواطئ بحرية تعتبر وسطا بيئيا واقتصاديا وسياحيا ملائما تجب المحافظة عليه، ويطرح المهتمون بحماية الوسط البحري ونظافته جملة من التحديات تتعلق بتلوث البحر والخطر المتزايد على المحيط الإيكولوجي في هذه الناحية من شواطئنا الوطنية التابعة لولاية داخلة نواذيب. هذا الشاطئ المحاذي للسي جي بي في مدينة نواذيب جزءا من شواطئ بلادنا التي يبلغ طولها 720 كيلومترا على المحيط الأطلسي، ومن هنا تبرز أهمية العناية بالوسط البحري وحمايته ومراعاة هشاشة المناطق الحساسة فيه ضد المخاطر والتحديات البيئية المختلفة من أجل تسيير المعقل للموارد البحرية لضمان استدامتها. هذا الشاطئ أولا عنده أهمية بيئية خاصة، وكان أصلا نواذيب بنفسه كان أصلا منطقة محمية، بيد الفريه كان منطقة محمية أصلا في الزمن، والآن نتيجة ياسر من استعمالات الموانئ ونتيجة هاي صناعة الدقيق ونتيجة استعمالات مختلفة يعاني من بداية تلوث فيه، هو يعاني مولي من وساخ. يعطي الدولة تقوم تعطينا سلطات، نحن إنما لنا سلطة، نحن من الشعب حق عندنا قانون سنتور قد دولة يا غير ما هو مفعل. هم نين تزعلونا ذيك الساعة نعود نقدو لا شنا لقاج لا تسقيب لي زرق يكبانا في البحر، والله لا تسمري يكبونا في البحر نقدو نوبو فوشو. وتؤكد الجهة المعنية بحماية البيئة والتنمية المستدامة على أنها تعمل من أجل التصدي للمخاطر الناتجة عن التلوث البحري أو الإضرار بمحيطها على الرغم من محدودية الوسائل في هذا الجانب. لدينا رقابة دائمة على هذه الشواطئ لتفادي التلوث، لتفادي أخذ الرمال، لتفادي جميع ما يضر بهذه الشواطئ من مؤثرات ومن أضرار ستنجم عن أشياء لا تحمد عقباها. وتتبدى أهمية البيئة البحرية من خلال التوازن المناخي والأهمية الاقتصادية وكذا الأمن الغذائي والتبادل التجاري، وهما يتطلب تعزيز وسائل الرقابة وتفعيلها من أجل المحافظة على الوسط البحري خاصة في هذه المدينة الشاطئية.
وهنا في العاصمة انطلقت مساء أمس النشاطات التعبوية والتحسيسية حول خطورة داء السرطان وآلية الوقاية من هذا الوباء الفتاك. وبهذه المناسبة نظمت جمعية أسعد تسعد حملتها الثانية التحسيسية حول مرضى سرطان الثدي وعنق الرحم تحت شعار لأجلها بادري. لأجلها بادري، تحت هذا الشعار افتتحت حملة كوني بخير الثانية للتوعية ضد سرطان الثدي المنظمة من قبل جمعية أسعد تسعد الخيرية. وتسعى الجمعية من خلال تنظيم هذه الحملات إلى تحسيس المرأة بضرورة الفحص المبكر للأمراض النسائية بغية علاجها والتغلب عليها. إنه لمن دواعي سروري أن أقف اليوم بينكم متوشحين جميعا باللون الوردي لنقف معا ضد هذا المرض الذي أصبح كابوسا يهدد حياة جميع من نحبهم. سنقف اليوم وكل يوم من أجل كل سيدة، كل أم، أخت، زوجة وصديقة. سنتحدث بكل لهجات هذه الأرض، بولار، سونكي، ولوف، الحسانية، حتى يعم الوعي الصحي كل شبر من تراب هذا الوطن. سنعمل جميعا على بعث الأمل في نفوس كل من يعتقدون أن السرطان نهاية العالم، معا من أجل وطن أكثر صحة، معا لتكون هي بخير. الأمين العام للجمعية شكر الجهات التي ساهمت في تنظيم هذه الحملة داعيا للاستفادة من الخدمات الصحية التي ستقدم خلالها. أدعو هنا كل نساء البلد وخصوصا اللواتي لدى عائلاتهن سجل في الإصابة بالسرطان إلى تحمل مسؤولية صحتهن وأخذ مبادرات التوعية على محمل الجد واتباع نمط سليم في الغذاء والحياة، لأن صحتهن من صحة المجتمع والوطن. من جانبه أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للإنكولوجيا السيد أحمد سالم الأحمد أن المركز يشجع مثل هذه المبادرات الرامية إلى تحسيس النساء بضرورة الإسراع إلى المراكز المختصة بغية القيام بالكشف المبكر لمرضي سرطان الثدي. فعاليات افتتاح هذه الحملة تميزت بتقديم عروض تناولت سبل الوقاية من هذين المرضين الخاصين بالنساء والتصدي لهما بعد الإصابة. وأكدت المداخلات أهمية مثل هذه الأنشطة التوعوية التي تثقف الوسط النسوية بخطورة هذه الأمراض ومعالجتها في الأوقات المناسبة. نشرتنا متواصلة وتتابعون في ملفها الليلة الحوار الوطني الشامل حبس للأنفاس مع اقتراب ساعة الحسم. دوليا أعلن الجيش السوري الحر سيطرته على بلدة دابق ومناطق أخرى مشاورة في ريف حلب الشمالي من يد تنظيم الدولة، في وقت ذكرت فيه بعض المصادر أن 7 بلديين قتلوا وجرح آخرون بقصف سوري وروسي على أحياء حلب الشرقية وريف حمات. وقال الجيش الحر التابع للمعارضة السورية المسلحة إنه سيطر على 5 بلدات في ريف حلب الشمالي بعد معارك ضارية مع تنظيم الدولة. قتل شخصان وجرح 7 أشخاص اليوم في تفجير انتحاري استهدف تجمعا للشيعة في العاصمة العراقية بغداد وفق ما أفادت مصادر أمنية. وقد فجر انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا نفسه في تجمع للشيعة أثناء إحياء ذكرى وفاة الإمام الحسين في منطقة الجادرية، ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن بصمات داعش كانت حاضرة في حادث التفجير. ويأتي هذا الهجوم غداة آخر ممارس ماذلين أسفر أمس عن مقتل 34 شخصا على الأقل من الزوار الشيعة داخل مجلس عزاء في منطقة الشعب بالعاصمة. دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة اليوم الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي والمتمردين الحوثيين إلى إعلان وقف لإطلاق النار خلال أيام. وصرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عقب محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى في لندن أن الوقت أصبح في صالح تطبيق اتفاق فوري لوقف إطلاق النار غير المشروط ليتم الانتقال إلى طاولة التفاوض. وشارك وفد الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل الشيخ أحمد في الاجتماع إلى جانب كيري ووزراء خارجية بريطانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
قالت مصادر أمنية وطبية تركية إن 3 من عناصر الشرطة قتلوا اليوم عندما فجر شخص نفسه خلال عملية أمنية استهدفت منزلا لخلايا إرهابية نائمة بولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا. وقد وقعت هذه العملية عندما داهمت الشرطة التركية منزلا يأوي خلية يشتبه في انتمائها لتنظيم الدولة الناشط في المنطقة. ولا تزال قوات الأمن التركية تطوق المنطقة مسرح الحادثة وتتقصى البحث للتوصل إلى خيوط حول هذه الخلية الإرهابية وامتداداتها. وإلى ملف النشرة، حيث دخل المشاركون في الحوار الوطني الشامل مرحلة ما قبل الحسم، وهي المرحلة التي تتميز بتدقيق وتمحيص المداخلات وصياغة التقارير النهائية الذي يتوقع منه أن يقدم خلاصة للمخرجات التي خرج بها المتحاورون. ملف النشرة هذا المساء يتناول فيه الزميل المختار بابو الأحمد هذا الموضوع مع رصد آراء بعض المشاركين حول تقييم للحوار بشكل عام. إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة تنادى العشرات من ساسة البلد ومثقفي وأصحاب الفكر والرأي ليجتمعوا في فضاء مفتوح ومهيئ سلفا لاستقبال نخبة وطنية بهذا الكم من الفاعلين الذين آثروا على أنفسهم الانخراط في هذا الحوار الوطني الشامل. فعلى مدى أسبوعين تقريبا توزع المشاركون في هذا الحوار كل حسب تخصصه على 4 ورشات ناقشت إجمالا محاور عديدة في مقدمتها الإشكاليات السياسية والانتخابية ودستور البلد وما قد يطرأ عليه بعد الحوار من إصلاحات أو تعديل. مشاركين على مستوى الحوار الورشات كاملة، وكانت النقاشات بناءة وطرقت الجميع المحاور اللي تم بناء الوطن من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوحدة الوطنية. الورشات متقدم العمل فيها، بعض الورشات تقريبا أكملت ولا قربت من تستكمل النقاط المطروحة على طاولة النقاش، وبعض الورشات ما فات استكملتها غير بعد ماشي في اتجاه الحمد لله الناس مصوبة كامل الأمور. بالفعل على المواطنين الموريتانيين قضوا كاملين نزلوا كاملين هون لهذا الحوار يدوروا صيفة يتكلموا بها عبروا بها عن ضمائرهم العادهم نواقص والله العادهم شيء في التاريخ كان ما فيه كماليات يمت الناس كلها تكمل الرأس اليوم والمجتمعات بيناتها ما بيناتنا ما بيناتنا يكون محافظين عليه لا البلد وحده وعندنا مش ندوره قيمته وندوره للحياة وندوره للبقاء لا موريتاني ولا عندنا غير موريتاني. وفي أجواء من الجدية والصراحة تمكنت كل التشكيلات السياسية من الجلوس الساعات تلو الساعات على طاولة واحدة مع ممثلين عن كافة الأطياف المجتمعية لتشخيص تجربتنا الديمقراطية وبحثها في ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية بغية التوصل إلى مقترحات متفق عليها تضمن الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال بناء دولة المؤسسات وصيانة وتعزيز الوحدة الوطنية. لأنه فهم نقطة أساسية هي قال الوحدة الوطنية ظاهر لأن تضح من خلال هذه الأيام أن الوحدة الوطنية قد تحقق لا في دولة القانون والمساواة إن السنوات الحمد لله في الديمقراطية والحقنا نعود مواطنين موريتانيين عندنا تحلوا بالروح الوطنية. أجندة جلسات الحوار كانت كعنوانه شاملة في المواضيع ولا يشترط في المداخلات إلا أن يكون المتدخل مواطنا بغض النظر عن توجهاته الحزبية أو موقعه في الساحة السياسية الوطنية. ومن منطلق الحرية والانفتاح على الآخرين جاءت الأفكار تترى والمقترحات تباعا لتؤكد مدى تمسك الحاضرين بالخيار الديمقراطي التعددي وحرصهم على طرح جميع المشكلات التي تعترض سبيل تحقيق نهضة شاملة في البلد تتلائم مع المواصفات التي يصبو إليها الجميع. بالنسبة للنساء مجموعة من المطالب كيف مجلس أعلى للنساء مطالبوا به ما أنهم إرادة سياسية جادة في البلد وفما أعطتنا دعم وأعطتنا توجه لنا نتوجه نحن نطالب المجلس أعلى للنساء ونطالب مجموعة من النقاط الأساسية رانا درناها في التقارير جايين هنا في الحوار لنفسه وندافع عن الحقوق
السياسي والاقتصادي اللي راح ينقال للحاطين. تكلمنا عن شنو قال التمييز الايجابي اللي فيها تهش مهمش وعلاج اضرار الاستعباد وكل اشكال التمييز والعرف الانساني. الشعب ان شاء الله هو دره توافق على لكن لا يتوافق عليه. ونقول اخوتنا المعارضه ذوك المعارضه اللي ما شاركوا في الحوار عنهم عندهم فرصه ما زالوا وراهم الحوار مباشر ويعدل ركب مباشر معدل ونعطاله الوقت ونزاد الوقت عليه اختيرهم يلتحقوا بالركب لا تفوتهم الفرصه. بعد انقضاء المرحله الاولى واستئناف الحوار في مرحلته الجديده تلبيه لمطالب ملحه تقدم بها المتحاورون رغبه منهم في تمديد الفتره الزمنيه لتعميق النقاش اكثر كان السياق مناسبا لتقييم العمل. حوار نعتبره انه كان حوار ناجح لان كانت حاضره في جميع فئات المجتمع الموريتاني مكلفه بالحسانيه وبالولوفيه والبولاريه والصنونكيه. فبالنسبه لنا احنا بعد يعني نعتبره نجاح لان الشعب الموريتاني مختلف مكوناته كان هون وكان حاضر وكل يطرح افكاره بلغته هو اللي يبقى يطرحها به. اعتقد ان هذا الحوار كان ناجحا بجميع المعايير نارا لان تم التعرض في المرحلة الأولى لجميع النقاط الأساسية وتم النقاش بشكل واضح وبشكل جدي. لاحظنا بعض وجود الأحزاب التي لم تشارك في الأجيال السابقة وأنا أرجو أن يزداد العدد لكي يكون شاملا. الحوار حسب التقييم اشتدت الأخبار وجميع المواضيع لكل الموريتانيين عبروا بطريقة واضحة وصريحة عن مواضيع اللي مدرجة أخبار الإشكاليات السياسية والوحدة الوطنية ودولة القانون والحكامة الاقتصادية وهذا كله أدرى فيه دلوه قاعد يعبر عن شيء عبر عنه معناه أنه فتح الآفاق أمام تنمية البلد. الفترة الماضية اللي ظهرت أسبوعين كانت مرحلة لباس بها وصارحت فيها الناس وقالت كامل قالت وظهرت أن المسائل الاجتماعية مولي أنه فات خالد شين قال له قضية الوحدة الوطنية الناس كانت فهمته بأجناسها كاملين المهم عندنا لا مخرجات الحوار أنها تطبق. مخرجات هذا الحوار قد لا تخلو هذه المرة من مقترحات وآراء قد تخدم الموريتانيين في المهجر أو هكذا يقول بعض ممثلي جالياتنا في الخارج الذين جاءوا تلبية لنداء الوطن. قطعا دور تسولني الجالية الإسبانية والإخوة المقيمين متابعين الحوار ما عندي قد نقول فيه يكون عنه كان حوار هام بما في الكلمة معنى كان فيه جميع الطيف السياسي الموريتاني كان فم هامش عريض من الحرية كان فم نقاش جميع المشاكل اللي على مستوى الوطن كانت فم صراحة تامة والطيف السياسي يتكلم رؤساء أحزاب منظمات مدنية ممثلين جاليات ممثلين شرائح حتى كلها أبدى رأيه وكل مادة طرحت مشاكلها وذاك دوري أخذ بعين الاعتبار قطعا. أول شيء طالبين من السياسة عنها تعود على المستوى وتعود تخرص الكفاءات وعودوا العمد ومستشارينهم والنواب والشيوخ عندهم كفاءة يقدوا يجبروا صيفة يحلوا بها شي مشاكل شعب مازال يعاني من أمراض فتاكة. من يترددون يوميا بين أروقة قصر المؤتمرات وقاعاته ومن يتابع أصداء هذا الحوار في الشارع العام يأملون جميعا أن يوفق المتحاورون في صياغة توصيات نهائية متفق عليها بالإجماع تتضمن حلولا سريعة وناجعة لمجمل القضايا الوطنية العالقة والملفات التي يرى البعض أن بحثها هو السبيل الأنجع نحو بناء موريتانيا جديدة على قواعد العدل والمساواة. بهذا الملف نأتي إلى ختام نشرة الثامنة من الموريتانية للتذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تواصل فعاليات المعرض الدولي 2016 الذي تحتضنه مدينة أنطاليا التركية والجناح الموريتاني يسجل إقبالا مكثفا للزوار من مختلف الجنسيات. الجيش السوري الحر يعلن سيطرته على بلدة دابق وخمس قرى في ريف حلب الشمالي ويؤكد طرده تنظيم الدولة من معاقله في المنطقة. وفي ملف النشرة تابعتم الحوار الوطني الشامل حبس للأنفاس مع اقتراب ساعة حسم.
ختاما تحية مني ومن باقي فريق العمل، إلى اللقاء بإذن الله. مرتبط به دولة، مرتبط به مجتمع، مرتبط به مشروع سياسي لدولة كاملة، ونحن مستعدين له. انظر مواجهة ناجعة لمجمل التحديات تتطلب ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة تستثمر الطاقات البشرية لفضائنا العربي وموارده الهائلة وموقعه الجغرافي المتميز لوضع استراتيجية اقتصادية شاملة قائمة على التكامل بين بلداننا. استفيدوا خلال هذا الويكند من زيادة انترنت خوشي بلس لموريتيل، زيادة 100% على باس انترنت وجوال نت من الجمعة إلى الأحد منتصف الليل. بتعبئتكم 500 أوبيا استفيدوا من يومين من الانترنت، وبتعبئتكم 1000 أوبيا استفيدوا من 4 أيام من الانترنت، وبتعبئتكم 3000 أوبيا استفيدوا من 15 يوم من الانترنت. وأخيراً عند تعبئتكم 10,000 أوبيا خلال هذا الويكند، موريتيل تمنحكم شهرين من الإنترنت اللامحدود 3G بلس. موريتيل، عالم جديد بين يديك. Accédez au meilleur du spectacle avec les bouquets Canal Plus. Découvrez les artistes de demain et son jury de stars dont l'Afrique a un incroyable talent. Toutes les étoiles montantes de la musique, ainsi que les grands espaces.